بالأمس رئيس السيسي ترأس اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وطبعا يعني لبحث تداعيات الأزمة في السودان الشقيق جراء حالة التصعيد الدائرة هناك منذ يوم السبت. مبدئيا الموقف المصري كيف تتابعه، والتحركات على أكثر من جبهة كيف تتابع أيضا هذا الأمر، وإيه اللي ممكن يعرقل الخطوات المصرية تجاه الحلحلة في السودان الآن؟ شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع يعني أعتقد أن الرؤية المصرية فيما يتعلق بالسودان أو بالأزمة السودانية يعني تشابه الرؤية المصرية في ملفات أخرى، صحيح، مثل الملف السوري، الملف الليبي، يعني أعتبر أنها رؤية موحدة تركز على الحفاظ على شكل الدولة الوطنية، الحفاظ على الحدود، الحفاظ على السلم الأهلي داخل هذه الدول، محاولة حل المشكلات والمعضلات المتكونة من مرحلة ما بعد 2011 عن طريق الحوار وعن طريق الحلول السياسية وغيرها، دون اللجوء إلى لغة العنف التي يعني أثبتت تجارب عديدة خلال السنوات الماضية أنها لا تفيد. وبالتالي هذا الموقف هو ما أكدت عليه مصر أمس، واعتقد ان مصر ركزت من خلال يعني ما قاله الرئيس سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي امس على نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى هي ان الاولويه الان هي في وقف اطلاق النار، هذه يعني نقطه اساسيه، لان الدخول في اعتقد اخطاء اتخاذ هذا الجانب او ذاك، او الحديث عن الاهداف او المآلات او حتى تحليل الاوضاع التي تحدث الان في السودان دون أن يكون المجهود الأساسي هو وقف إطلاق النار وتجنيب الشعب السوداني خاصة في العاصمة الخرطوم المعاناة الحالية. يعني أنا أتابع أنا وزملائي في المركز المصري منذ 3 أيام ما يحدث بشكل دقيق، ونرى أن المستشفيات في السودان تعاني حاليا وفي الخرطوم بالذات الناس تعاني وترى مشاهد لا يمكن أن يقبلها أحد، خصوصا في عن نقص غذاء وعن نقص وطبعا انقطاع دائم في الكهرباء، ويعني مرافق يعني شبه منهارة بشكل أو بآخر يعني في الداخل السوداني. يعني مشهد مؤسف بالنسبة لنا في مصر نظرا أن السودان يحتفظ لدينا بمكانة خاصة وبمحبة خاصة، بالتالي هو شيء مؤلم لنا. بالتالي الأولوية الأساسية بالنسبة لمصر هي وقف إطلاق النار، هذه أولوية لا تعلو فوقها أي أولويات أخرى. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية تتعلق بأن التحركات التي تقوم بها مصر في اتجاه حل هذه الأزمة هي تحركات أيضا تعتمد على مبدأ آخر من المبادئ التي تتبعها مصر، وهو مبدأ التعاون مع دول الجوار والتعاون العربي من أجل حل المشكلات بحيث ألا يكون الموضوع. أستاذ منصور، حضرتك ذكرت التعامل المصري في مثل هذه الملفات، ولكن كيف يختلف الملف السوداني بالنسبة لمصر عن الملفات العربية الإقليمية الأخرى اللي كان فيها اللي كان لمصر دور قوي فيها حتى وأخيرا ليبيا؟ يعني طبعا الملف السوداني يقترب كثيرا من الملف الليبي بالنسبة لمصر، نظرا لأسباب عديدة من بينها الاقتراب الجغرافي من الحدود المصرية والصلات العميقة ما بين الشعبين المصري والليبي والمصري السوداني. ولكن الوضع في السودان أعتقد يحمل طابع أكثر استراتيجية نظرا لمعايير كثيرة تتعلق بالمجرى المائي المهم بالنسبة لمصر وهو نهر النيل، تتعلق أيضا بأن الخاصرة يعني الوضع في ليبيا حتى وإن كان حاليا متأزما ولكنه بدأ يأخذ أو بات على سكة الحل، وبالتالي فتح جبهة أخرى في السودان بس أخذ سنوات عديدة أكيد. ولهذا يعني الرؤية المصرية هنا أن الوضع السوداني لا يحتمل أن يعني يمر عليه سنوات مثل ما حدث في ليبيا، وبالتالي خطورة الوضع في السودان هو يتتعلق بهذه النقطة. لا يجب أن ينحدر الوضع في السودان إلى المشهد الليبي، لأن ما نراه الآن يعني حالة الانقسام التي بدأت تحدث في المؤسسات وفي الوضع الجغرافي للتوزعات الولاءات داخل السودان، وتحول المشهد إلى ما يمكن أن نقول أنه السودان وغرب السودان. في هذه الحالة هذه المخاطرة حدثت في ليبيا سابقا ودفع ثمنها الليبيون والمنطقة، وبالتالي مصر تحاول أن تتجنب هذا السيناريو في السودان، لأن حدوثه بالإضافة لأنه سيمثل انتكاسة عربية أخرى سيؤثر بشكل كبير على شريان أساسي بالنسبة لمصر، سيؤثر على جارة مهمة بالنسبة لمصر، يقلص من النتائج الإيجابية التي حققتها مصر على مستوى مكافحة الإرهاب سواء في اتجاه ليبيا أو في اتجاهات أخرى، لأن أي صراع ينشأ في أي منطقة عربية هو بالتالي بوابة مفتوحة للأنشطة المتطرفة ولغيرها من التدخلات الخارجية.